طبعا مباراه الاهلي والجيش النهارده مباراه غايه في الاهميه ومليئه بالتحديات ومهمه بالتحديد بالنسبه للنادي الاهلي في مشواره نحو السعي للوصول لقمه الدوري، وهو الفرصه بالنسبه له سانحه جدا لو فاز في مبارياته المؤجله. بالتالي ان شاء الله الاهلي يكون موفق في هذه المباراه. عندي حديث كتير جدا بخصوص مباراه اليوم، بس انا عايز في البدايه اطمن حضراتكم على اخر استعدادات وكواليس فرقه النادي الاهلي في مقر الاقامه قبل التحرك لملعب المباراه سريعا من خلال زميلنا العزيز كريم احمد من رئيس القناه الاهلي المتواجد في مقر اقامه النادي الاهلي. يا كريم مساء الخير. مساء الخير عليك زميلي العزيز امير هشام، برحب بيك في البدايه وكل التحيه لكل جمهور النادي الاهلي. اهلا بيك يا كريم، منورنا. عايزين نطمن من خلالك على كل الكواليس اللي بتتعلق بفريق النادي الاهلي قبل ساعات قليله من انطلاق مباراه اليوم الهامه جدا امام طلائع الجيش. اتفضل. كان باكد على كلامك كبير، تحدي جديد النهارده لفريق النادي الاهلي وعوده من جديد لبطوله الدوري العام ومباراه المحليه النهارده. مباراه صعبه على كلا الفريقين سواء على النادي الاهلي ونادي طلائع الجيش. يمكن النادي الاهلي تعثره في المباراه الاخيره النهارده، بنتمنى تكون الدوافع متجدده والرغبه قويه جدا للعيبه النادي الاهلي والتركيز يكون كبير سواء للعيبه النادي الاهلي وايضا كمان للجهاز الفني بقياده بيتسو موسيماني اللي ادى تدريبين مميزين جدا. شفنا الروح وشفنا الاداء وشفنا الجديه الحقيقه تحديدا كمان في المران الاخير اللي كان على ملعب مختار التتش. انت عارف يا امير طبعا بناكد في كل مرة الفصل مهم جدا طبعا. ودي اللي بتميز النادي الاهلي وبتميز جهازه، ان لابد يكون في فصل تام للبطولة الافريقية مؤقتا ثم الدخول بدوافع جديدة لبطولة الدوري العام. يمكن في نوع جديد كالعادة طبعا يا امير في فندق الاقامة اليوم الاعتيادي لفريق النادي الاهلي سواء وجبة فطار او وجبة غداء، لكن المحاضرة الفنية الاخيرة اللي كانت في تمام الساعة 4:20 كانت محاضرة بيتسو موسيماني في فندق الاقامة. الراجل اتكلم باستفاضة بشكل كبير جدا خلال ال 48 ساعة الماضيين سواء يوم الجمعة اللي كان تدريب اول ويوم السبت، الراجل محاضرة ساعة وثلث ومحاضرة تاني 50 دقيقة، فيمكن محاضراته مطولة لكن 20 دقيقة كانت كافية النهاردة لوضع الرتوش الأخيرة وأيضا كمان اختيار التشكيل والتكتيك اللي هيقوم به النهاردة لعيبة النادي الأهلي في مباراة اليوم طلائع الجيش والأهلي أو الأهلي وطلائع الجيش على استاد الأهلي والسلام في تمام 7:30. كل الأمور الحمد لله ماشية بشكل طيب لفريق النادي الأهلي. بنشوف تجمعات اللعيبة أمير بعد كل وجبة غداء أو أيضا كمان الفطار، اللعيبة عارفة أهمية المرحلة اللي جاية. ويمكن كمان زي ما أكدنا وقلنا أكتر من مرة جمهور النادي الأهلي وأعضائه لا تتوقف الطموح أبدا عن بطولة واثنين وثلاثة، لا بالضبط. عايزين كل سنة نحقق كل البطولات، فده عبء كبير جدا على لعيبة النادي الأهلي، لكن بنأكد في كل مرة ثقتنا كبيرة في كل اللعيبة، عارفين إن شاء الله النهاردة تكون مباراة جيدة وقوية، لكن يا رب يكون دخولنا جيد، بيتسو موسيماني يكون موفق النهاردة كمان في اختيار التشكيل، الجمل التكتيكية اللي حفظها الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني مع كابتن نسام قمصان نفذها لعيبة النادي النهاردة، ومردود كمان الحماس اللي شايفينه مع لعيبة النادي الأهلي وجلساتهم يا رب إن شاء الله يكلل بالنجاح، ويساعدنا النهاردة فريق النادي الأهلي في 3 نقاط يكونوا مهمين كالعادة في وصوله للمركز الثاني مؤقتا والاستعادة من جديد كعادة النادي الأهلي لاستعادة لقب ببطولة الدوري العام وتصدر جدول الدوري. 5:30 مباشرة يا أمير هنتوجه من هنا على طول مباشرة إلى استاد الأهلي والسلام، لسه حتى هذه اللحظة خلاص نقدر نقول هتتوافد لعيبة النادي الأهلي على الحافلات المتواجدة طبعا أمام فندق الإقامة القريب جدا من استاد الأهلي والسلام، لكن يا رب إن شاء الله بإذن الله يكون يوم موفق للاعبين وأيضا كمان موفق لطاقم التحكيم وكل اليوم يكون سعيد جدا على جمهور النادي الأهلي. أنا معاك يا أمير برضه لو في أي استفسارات. طيب بالتحديد يا كريم عايز أتكلم على عودة بعض اللاعبين في قائمة النادي الأهلي، ويمكن أهمهم طاهر محمد طاهر عودته من الإصابة، عودة كمان حسين الشحات في المباراة. حسين كان غايب الفترة اللي فاتت مثلا عن مباريات الأفريقية بسبب الإيقاف، لكن في كل الأحوال اتنين لعيبة مهمين جدا. هل من الممكن أو من الوارد إن احنا نشوف الاتنين في التشكيل الأساسي من بداية المباراة، ولا لسه الأمور مش متضحة بالنسبة لتشكيل النادي الأهلي؟ هل هيبقى في تعديلات برضو يا كريم زي ما سمعنا في التشكيل ولا لا؟ طمن. بالتاكيد طبعا زميلي امير نقطه مهمه جدا، وهي يمكن زي ما بيغيب عندنا بعض اللاعبين لكن بيعود لنا الحمد لله، يمكن طاهر محمد طاهر يمكن يعني ظهر بشكل طيب ومميز جدا في التدريب الاخير بجانب حسين الشحات. يمكن حسين ما كانش عنده اصابه، انت عارف كان عنده ايقاف في المباراه الاخيره، لكن اثنين قوه ضربه كبيره جدا ولاعبين مميزين، ولو فايقين كمان يا امير في المباراه هيكون ليهم دور كبير جدا. من الواضح ومن اللي احنا بنشوفه هيكون ليهم دور النهارده ان شاء الله في التشكيل الرسمي لفريق النادي الاهلي، لكن ممكن نشوف الادوار مختلفه لبعض اللاعبين. انت عارف طبعا ما بنحبش ان احنا نتكلم على التشكيل او نقدر نقول الاقرب ايه وكده، على قد ما احنا بنتكلم ان النهارده ممكن يكون في ادوار جديده، ممكن نشوف في تكتيك جديد النهارده كمان هيبقى اكيد، يعني اللي احنا شايفينه من خلال متابعتنا للتدريبات الثلث الامامي هيكون في ضغط كبير جدا، الاطراف هيكون ليها شغل في بعض التركات كده يمكن شفناها في التدريب الاخير لبيتسو موسيماني. يا رب ان شاء الله لعيبتنا النهارده تنفذ التعليمات على اكمل وجه، لان يمكن اللي احنا شفناه لو طبق بشكل مميز جدا زي ما شفناه في التدريب هيفرق مع النادي الاهلي ونقدر نحرز هدف واثنين وثلاثه، لكن اهم من كل ده امير هي روح النادي الاهلي وشخصيه البطل اللي بناكد عليها كل مره. طبعا. لو في روح
وفي جديه وفي حماس ان شاء الله ربنا هيكرم اللعيبه، لان الكل بيجتهد، المجلس الاداره بيجتهد، بيجتمع بالجهاز الفني باللاعبين بلجنه التخطيط، الجهاز الفني بيجتمع باللعيبه، اللعيبه بتجتمع مع بعضها، لكن لو غاب التوفيق الامر بيكون صعب شويه، لكن النهارده ان شاء الله باذن الله يكون التوفيق معانا ولاعبتنا تكون في قمه تركيزها، ويقدر النادي الاهلي كعادته ان شاء الله يكون مصدر السعاده لكل جمهور النادي الاهلي. طيب كريم، دايما بعد اي هزيمه للنادي الاهلي، وده امر بيبقى نادر في الحقيقه، بيبقى في بشكل طبيعي وتلقائي بعض الضغوط الكبيره سواء على الجهاز الفني او على لاعبي الفريق. ازاي بيتم التعامل مع الضغوط دي من خلال متابعتك بشكل قريب جدا من الجهاز الفني واللاعبين؟ بيتعاملوا ازاي مع المرحله دي تحديدا، وبالتحديد كمان بعد الهزيمه الاخيره امام سيمبا تنزانيا؟ ولازم ناكد برضو يا كريم ان ده امر وارد في كره القدم، انت مش بتلعب لوحدك، تلعب في منافسات مختلفه كلها غايه في الصعوبه يعني. بالتاكيد طبعا، يعني الضغط موجود اكيد في كل البطولات، وبقدر لعيبه النادي الاهلي لازم يواجه اي ضغط واي انتقاد بالملعب وبالروح اللي في الملعب وبالنتائج وبالاداء المميز جدا. اكيد في ضغط على لعيبه النادي الاهلي، لان المرحله صعبه والتحديات كبيره جدا الفتره اللي جايه، عندنا تلاحم كبير في المباريات، عندنا مباراه بطوله الدوري العام، احنا لسه يمكن عندنا اكتر من مباراه مؤجله، هنعود من جديد لمباراه تيفيتا اللي ليها حسابات خاصه كبيره جدا مع الجهاز الفني واللاعبين وجمهور النادي الاهلي، لكن الضغط موجود، لكن اللي بنراهن عليه على طول هو شخصيه لاعبي النادي الاهلي، ان احنا ازاي نقدر نطلع من الضغط ده، وده الدور الكبير اللي بيقوم بيه الجهاز الفني، بيقوم بيه كابتن محمود الخطيب بكلمات بسيطه، باجتماعات بسيطه، لكن رسالتها بتكون ليها هدف كبير جدا، ومردودها ان شاء الله بنتمنى يكون متواجد النهارده ومتواجد خلال البطوله الافريقيه. عندنا ثقه كبيره في كل اللعيبه في بطوله الدوري العام او في البطوله الافريقيه، لكن زي ما معودنا لعيبه النادي الاهلي ومعودنا الجهاز الفني، صفحه بنقفلها بنبدا في اللي بعديها. يا رب ان شاء الله باذن الله النهارده تكون انطلاقه لعيبه النادي الاهلي في مباراه طلائع الجيش، ظروفها تكون مهمه جدا، هنطمن على المعنويات، هنطمن على الدوافع، هنطمن على رغبه اللعيبه ان شاء الله قبل المباراه الهامه جدا، وهي مباراه فيتا كلوب بطل الكونغو. طيب هسالك سؤال يا كريم خارج مباراه النهارده تحديدا، بس هو بيهم جمهور النادي الاهلي وبيتعلق باحد ابرز اللاعبين وبالتحديد علي معلول، والكلام عليه كتير يعني بخصوص ال 24 ساعه اللي فاتوا، بخصوص هل يقدر علي معلول يلحق مباراه فيتا كلوب ولا الامور بالنسبه له هتبقى صعبه. من خلال متابعتك انت وقربك من الاحداث وتدريبات النادي الاهلي كما هو المعتاد في الحقيقه، وبتغطي كل الامور بشكل مميز، مدى فرص او مدى امكانيه لحاق علي معلول بمباراه فيتا كلوب باذن الله؟ علي معلول طبعا واحد من العناصر المميزه جدا، كنا بنتمنى هو يكون متواجد معانا، لكن يعني الاصابه يا رب ان شاء الله تكون باذن الله ما تطولش معاه، لكن من خلال المتابعه ومن خلال اسئلتنا للجهاز الطبي مع طبيب النادي الاهلي احمد ابو عبله، يعني نسبه لحاق علي معلول بمباراه فيتا صعبه شويه يا امين، يعني طبعا. يعني احنا يمكن لعبنا كوره وعارفين الامر عامل ازاي، ما فيش مخاطره هتكون مع علي معلول في هذا الامر، لان العضله الخلفيه انت عارف محتاجه تاني بشكل كبير جدا، ومحتاجه يكون في تدرب كمان في التدريبات الجماعيه. علي ما شاركش في التدريبات الجماعيه نهائي، يمكن لسه مباراه فيتا لسه امامها وقت شويه، لكن يعني هيبقى صعب شويه الامر على علي معلول ان هو يكون متواجد، لكن بنتمنى حتى لو وجوده امير على دكه البدلاء هيبقى دافع وحافز كبير جدا لكل اللعيبه بقيمته الكبيره وخبرته الكبيره بالظبط، لكن فنيا ان هو يكون متواجد يعني امر هيكون صعب شويه، لكن بنتمنى علي ان شاء الله باذن الله يكون متواجد. هو ماشي في البرنامج الحقيقه بشكل مميز، عنده اصرار كبير ان هو يعود مع النادي الاهلي، لكن التاني مطلوب جدا امير في حاله زي علي معلول، لانها هتحتاجه الفتره اللي جايه بشكل كبير جدا، وما نبعدش طبعا عن محمود وحيد اللي بيقوم بدور كبير جدا، جاي من بعيد جدا، محمود وحيد بيأدي اداء مميز جدا، بنتمنى له كمان النهارده كل التوفيق ويكون متواجد ويؤدي اداء مميز. هي دي اللي الروح، وهي دي لعيبه النادي الاهلي اللي متواجد، ما عندناش اساسي، ما عندناش احتياطي، علي متواجد، محمود متواجد، ده اللي بنراهن عليه، لكن يا رب ان شاء الله علي معلول معشوق جماهير النادي الاهلي يعود سريعا ويشارك مع النادي الاهلي سواء في البطوله المحليه وايضا كمان في البطوله الافريقيه باذن الله. يا كريم انا بشكرك شكرا جزيلا على هذا المجهود الوافر وهذه الاخبار الهامه جدا. زميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي كان معانا من مقر اقامه الفريق قبل التحرك بدقائق قليله لاستاد الاهلي والسلام، استعدادا لمباراه اليوم اللي هتكون في تمام الساعه 7:30 مساء امام فريق طلائع الجيش. هذه المباراه الهامه والصعبه بكل تاكيد. سؤالنا على علي معلول اكيد بامر مهم، لكن لا يقلل اطلاقا من محمود وحيد والظهور المميز اللي ظهر بيه على مدار المباراتين اللي فاتوا سواء امام المريخ او امام سيمبا، عمل مباراه كبيره جدا وطمنا بشكل اكبر على المركز ده. عندي تفاصيل اخرى بتتعلق بالمباراه وبعض الارقام المهمه وبالتحديد فيما يتعلق كمان بحكام مباراه اليوم، هروح بس الفاصل الاول، بعد الفاصل نرجع نتكلم في كل هذه الامور. استنوا